أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. الناس على أقسام وفي درجات، هنالك العصاة الذين يتجاوزون الحدود الإلهية، وللعلم ليس الحديث الآن في المعصية، رب العالمين يجعل من تجاوز حدا من حدوده يجعله متعديا، والتعدي إذا تحقق لا يختلف الأمر حدا أو حدين، كما يقال أنا الغريق فما خوفي من البلل، من غرق كان على رأسه شبرا أو عشرة أشبار من الماء هو غريق. في قانون الدول من دخل حدود دولة ولو مترا واحدا يعد متسللا، وهكذا لو تجاوز مئات الأمتار. المهم البعض يستسهل التعدي في الأحكام الزوجية، اتفاقا هذا المعنى وارد أن من يتعدى حدود الله فأولئك هم العادون، ليس الكلام في هذا. البعض يتجاوز مرحلة المعصية كما يقال يصبح عادلا، وهناك ما يعبر عنه بالعصمة النازلة أو قل العدالة الراقية. طبعا العصمة العليا لأهلها المعصومون عليهم السلام، هناك مقام يلحق بالعصمة كمقام سلمان صلوات الله عليه. من الممكن أن يكون أحدنا في هذا المسير الذي يصل للعصمة النازلة، الحرام لا يغريه أساسا، لا يشتهي الحرام ولا يترك الحرام عن مجاهدة، يترك الحرام عن زهد فيه، نفسه نعم لا تميل إلى الحرام. ولهذا نحن كلنا معصومون من حيث أكل الحشرات، الحشرة الفأرة لا يمكن أن نميل إليها، نحن في عصمة من هذا الذنب. المؤمن يصل إلى درجة كل المعاصي كأكل القاذورات، أصلا نفسه لا تميل إلى الحرام، هذه عصمة نازلة. فإن قلت إذن ما الفرق بين العصمة النازلة والعصمة العالية؟ ذلك معنى آخر، هؤلاء المعصومون لا يغفلون عن الله عز وجل طرفة عين، هذا مقام لا يتصور لنا. حديثنا بعد هذه المقدمة حول الغفلة. البعض يصل لمقام العصمة النازلة، ولكن بين العصمة النازلة والعصمة العالية هناك الذكر أو حالة الإقلال من الغفلة. غير المعصومين لا بد أن يغفل، كلامنا عن تقليل الغفلة لا عن إزالتها تماما، هذا كما قلنا مقام لا ينال لنا. الآن حديثنا في الغفلة. ما معنى الغفلة؟ أن يستغرق الإنسان في غير الله عز وجل ولو كان مشغولا بأمر الله تعالى. كونوا معي جيدا في هذا التعريف. ليس المراد بالغفلة هنا حتما الانشغال بغير ما أمر الله عز وجل. الآن الكلام ليس في المعصية، في الغفلة. مثلا إنسان يلعب لعبا مباحا، هذه الأيام يكثر النظر إلى الألعاب والرياضة كما يعبرون، هذا ليس انشغالا بمعصية الله عز وجل،
ولكنه من مصاديق الغفلة، لا ينفعك دنيا ولا آخرة. بل، كلمة بل مهمة هنا، البعض ينشغل بما أمر الله وهو غافل، مثاله صلواتنا اليومية. أنت في المسجد بيت الله، في الجماعة عباد الله، الفريضة عبادة الله، وأنت من الغافلين، تفكر في كل شيء إلا الله عز وجل. إذن هذه أيضا من مصاديق الغفلة. ماذا نصنع؟ أولا الالتفات إلى مناشئ الغفلة. من مناشئ الغفلة حب الدنيا، تذكر الدنيا. بعض المؤمنين نفتقده من المساجد، من المجالس، تقول يا فلان أين أنت؟ يقول مشغول بالبنيان، وضع طابوقة على طابوق، إلى أن ينتهي البنيان صاحبنا يطلق المساجد والمجالس. الآن لا يعلم إذا سكن في هذا المنزل هل يبقى أصلا حيا، وإذا بقي حيا يرجع إلى توفيقاته المسلوبة، لا ندري. إذن الإنسان الذي يزهد في الدنيا بالمعنى الصحيح طبعا يذكر الموت وما بعد الموت تقل غفلته. أمير المؤمنين عليه السلام صلوات الله عليه كما في النهج: أولستم ترون أهل الدنيا يصبحون ويمسون على أحوال شتى، يعني أهل الدنيا حتى الكفرة، فميت يبكى وآخر يعزى، وصريع مبتلى وعائد يعود، وآخر بنفسه يجود. إذن هذه الحالات تمر على أهل الدنيا، وطالب للدنيا والموت يطلبه، وغافل وليس بمغفول عن، وعلى أثر الماضي ما يمضي الباقي. إذن تذكر الموت والنهايات هذا من موجبات عدم الغفلة. الذهاب إلى المقابر بهذه الحالة من موجبات اليقظة. من موجبات اليقظة الاستعاذة المستمرة من الشيطان اللعين الرجيم، يوسوس في صدور الناس، وسوسته ليست بالمعصية دائما، بالغفلة أيضا. لعامة الناس الشيطان يقنع بالمعصية، لخواص المؤمنين يشغلهم عن ذكر الله عز وجل. إمامنا الصادق عليه السلام كما روي عنه يقول: إن كان الشيطان عدوا فالغفلة لماذا؟ لولا أن الشياطين يحومون حول قلوب بني آدم لن نظروا إلى ملكوت السماوات. المؤمن إذا ترك المعاصي وصار ذاكرا مرشح لأن يكون في درب إبراهيم الخليل رب العالمين، أراه ملكوت السماوات. حديث أخير ونختم به الحديث، هذه الرواية من عيون روايات أهل البيت عليهم السلام، أو قل من رواية أمير المؤمنين في نهجه: ما برح لله عز تعالاه في البرهة بعد البرهة وفي أزمان الفترات، عباد ناجاهم في فكرهم وكلمهم في ذات عقولهم. طبعا المصداق الأتم لهذه العبارة هم الأنبياء والمرسلون، ناجاهم في فكرهم. ولكن ما المانع المؤمن في درجة عالية من الإيمان رب العالمين يكلمه في عقله؟ هذا الذي جرى لأم موسى. رب العالمين أوحى إلى أم موسى، رمت بفلذة كبدها في البحر بوحي إلهي. رب العالمين يكلم البعض في قلبه. ما النتيجة؟ ختامه مسك.
فاستصبحوا بنور يقظة، كلامنا في الغفلة هذا عكس الغفلة، بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة. هنا ملاحظة مهمة، وصلنا إلى ختام الحديث. الإمام لماذا قال بنور يقظة في الأبصار والأسماع والأفئدة؟ نور اليقظة في القلب، القلب متيقظ. لماذا الإمام قال في الأبصار والأسماع؟ البعض يستدل بهذه الفقرة من أمير المؤمنين بما يسمى في عرف البعض بالنظرة البرزخية، العين البرزخية والسمع البرزخي، حتى عينه ترى ما لا يراه الغير، يسمع ما لا يسمعه الغير. النبي عندما دفن ذلك الصحابي قال، طبعا ما هو المنسوب إليه، لولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث، لعل بهذه العبارة يعني أنتم أيضا تسمعون ما أسمع وترون ما أرى. إذن المؤمن إذا وصل إلى درجة من درجات اليقظة، قلبه يقظ، عينه يقظة، وسمعه يقظ، يفهم ما لا يفهمه الكثيرون من عباد الله عز وجل. إلهي بحق أوليائك، إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، أبلغ عنا في هذه الساعة تحية كثيرة وسلاما، والفاتحة مع الصلوات.